انا كنت موجود ورا عند المستشفى الميداني كده، وبعدين سمعنا فيه تخبيط 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 على الحديد وكده، فاللي هي اجواء التحرير يعني، فقلت اطلع اشوف في ايه قدام الوضع يعني، تحت فتوه الطين من هنا ومن هنا، والوضع هيعدي على طول، مفيش اقتحام مفيش اي حاجه، لان كده كده الجيش مش هيقتحم غير بالليل، لان المجلس العسكري مش هيقوم بالغباء اللي هو يعني ايه يقتحم في واضح النهار، والمظاهره فيها حوالي 100 150 الف، ال 100 150 الف ما هم السلف بس، ما همش اخوان بس، ما همش قوه مدنيه يعني، خلطبيطه كله على بعضه يعني، على ناس جايه بتتفرج في ايه يعني. فرحت، فبعدين راجع فلقيت واحد صاحبي اسمه محمد حازم من الجامعه الالمانيه، ما كنتش عارف الاول لقيت واحد متعور وهم بيفتحوا له بنطلون من تحت، فانا شكيت لي في خرطوش، فساعتها وقفت يعني. لما دخلنا المستشفى التخصصي بتاعت عين شمس، الناس قالوا لنا امان امان، ما تخافوش، احنا مستشفى مالناش دعوه بعلاقه باي حاجه، بنستقبل كل المصابين، وانت هنا في مكان امن يعني. ما كنتش قلقان قوي، لان كنت برضو بحسب ان الجيش هيهاجم بالليل مش هيهاجم بالنهار يعني. بعد نص ساعه من دخولنا جوه المستشفى، كان الجيش هجم، وكان في قنابل مسيله دموع جوه المستشفى، وكان فيه بيخش يجيبوا ناس ويسحلوها من الشارع وكده، وتم القبض على ناس ساعتها من المستشفى، من ضمنهم واحد، واي حد كان موجود في الاستقبال في الاستراحه اللي هي الزياره كان بتقبض عليه، منهم واحد كانت مراته بتولد وهو جاي، كل اتهمته اللي مربي دقنه يعني، واحد جاي يزور مراته بتولد، تاخد برضو معانا في الناس دي وتسحل سحل تمام يعني. فبتوع الامن شافونا فمردوش، قالوا مش هينفع نطلعكم كده، كمان دكتور يعني، فقال فالدكتور خلاص قال تعالى اخبيكم بقى ونكمل اليوم كده. فاحنا راجعين بتوع الامن بلغوا بتوع الامن التانيين، فلانهم جايين بجنازير بيجروا، وبعدين حاطونا عملنا كمين يعني ومسكونا، انا خفت اضربه بامانه، لان هم كان معاهم سلاح وكده، فخفت اضربه في جروح وكده، فما تضربش ما تضربش، احنا مش بلطجيه، احنا طلبه جامعيين، الراجل ده في جامعه المانيه وانا في جامعه حلوان، احنا مش بلطجيه وكده. بعدها سلمونا للجيش، جاء حد من الضابط من الجيش خدنا، ان احنا طلبه جامعيين وما تضربش لو سمحت، واحنا مش بلطجيه وكده. فساعتها بقى حازم ده شاب ضعيف البنية شوية، فأنا كنت خايف يبعد عني يعني، كنت عايز احنا نضرب مع بعض ونضرب مع بعض، فايه نشيل الضرب عن بعض يعني، بحيث ما ياكلش يعني. هو انا كنت خايف عليه جدا، ان هو اصلا كنت شاكل رجله مكسورة، وهم طلعت الضرب اللي هم ضربوا بيها بيشوفوا فين نقطة ضعفك وضربوك يعني. بعدين بدأ ضرب بالعصيان الطويلة ديت في من فوق لتحت يعني، على ظهرك وعلى دماغك وعلى رجلك. الضابط ده خدني قطع، لما قطع هدومي بدأ يكهرب بقى تحت على الجلد على طول يعني، فكان في سرير كده محطوط له بتاع المصابين دولت، فقعد يحط عليه العصاير زي ما بيكون بيسخنها كده، وبعدين يحطها على الجسم تاني بحيث انها تعمل ردود اعلى يعني. فبعدين خدني كده في حته عامله زي البلكونه كده حرف ال L، وانا تحت عامل كده، هو كاتمني كده بظهره كده والله، وكل شويه قعد يكهرب، وكان مستنيين ضابط اسمه احمد يعني. بعدين الضابط اللي اسمه احمد ده جه بقى، لما جه الضابط ده هو ضابط الوصف بتاعه حوالي 30 سنه، اسمر مش اسمر، هو قمحي. الضابط ده جه محدش يعرف، قال انت ايه، انت انا طالب جامعه وكده، نفس الكلام يعني، وانا استبشرت خير ساعتها، لان هو اول ما قال محدش يعرف الناس كلها رجعت ورا، فانا قلت يبقى ده حد يعني ايه رتبه عاليه ومحترم وكده. فجاه لقيته هو اللي بيضرب بقى. دلوقتي في 7 عساكر بيضربوا، كل واحد معاه حاجه بيضرب، ده بيخلص تاني بيضرب، ده بيخلص، وبعدين بقى ايه ضرب وكهرباء، انت ما انتش عارف يعني، انت مش قادر تحس احساس يعني، انت مثلا ما تقدرش تحس احساس الكهرباء لوحده واحساس الضربه لوحده، الاثنين مع بعض في نفس الوقت، فانت مش قادر تميز الاحاسيس كده يعني. ضرب، وكان بيسحبوني ساعتها على المكان اللي هم بياخدوا فيه، اللي هم حاطين فيه الناس يعني. فانا ماشي فجاه لقيت الضرب واقف، فانا كنت انا شايل البطاقه والتليفون وجزء من الفلوس في ايدي، كانوا مع بعض يعني. انا كنت دايما بقى بحاطط الفلوس في جنبين يعني، في جيبين، عشان لو فلوس ضاعت ولا حاجه يبقى في فلوس تانية يعني. فكان حوالي 200 جنيه او 250 مش فاكر بالظبط، وموبايل بتاعي والبطاقه، وخد من البطاقه وفضل معايا الفلوس والموبايل. فساعتها الموبايل كان يعني ما حسيتش بيه وهو بيقع، بس انا حسيت لما وقف ضرب، فببص ورا بعرف في ايه، لقيت العساكر بيتخانقوا مع بعض علشان ياخدوا الموبايل ويقسموا الفلوس على بعض وكده. بعد كده دخلت على المكان اللي هو بياخدوا فيه الناس، اعتقد كان تبع وزاره الدفاع، طلعت من المستشفى وبعدين الشارع اعتقد تبع وزاره الدفاع يعني، كنت انا ماشي عامل كده، فمش شايف الاماكن اللي انا ماشي فيها يعني. المهم دخلت، فبعدين لقيتهم بيقولوا رحبوا بيه، قلت له يعني فضل ايه تاني يعني. فدخلت بعدين لقيت بقى واحد واقف بشاكوش،
خشب شاكوش، وشاكوش كبير مش صغير. الشاكوش ده انا ما توقعتش ان هو هيضرب، قلت له مين يعني لو ضرب هيضرب على على الجسم، عمره ما هيضرب على الدماغ او في مناطق يعني بتعمل عاهه وكده. فجاه لقيته ضربني على دماغي، فانا من الصدمه فجاه لقيت ضربني على كتفه، وبالصدفه كان كتفي الشمال يعني، فمش مستوعب. لقيت واحد جايب البيدق قدام ضربني في بطني كده، فقلت يبقى هو واحد ورا بيضرب، فقلت يبقى هم عاوزيني على الارض، دي كانت بقى رمله وكده فيسحلوني. فقلت انا مش هقع، ومش يعني كنت انا بتحدى نفسي انا مش هقع، وانا مش هيغمى عليا، وانا هكمل يوم ان شاء الله. فساعتها اتحرش بالعصايه كده في المؤخره بتاعتي، قال لي انا ممكن اعمل فيك اي حاجه خلي بالك يعني. وكان ده طول ما طول ضربي ماشي كان قاصد اللي هو يهين يعني، مش مهم يوجعك جسديا يعني، بس اهم حاجه يكسر نفسك يعني. وكان ده باين اصلا في اسلوب تعامله، حتى ما بيقولكش باسمك ولا يقولك اي حاجه غير يا ابن الكذا يا ابن الكذا يا ابن الكذا طول ما انت ماشي يعني. بعدين لقيت عسكري جاي كده من بعيد يقول يا باشا ده ما جابش دم يا باشا، كنت انا انضربت وكان ورم وكده وكدمات، بس ما كانش فيه اثار دم نزل. يا باشا ما جابش دم يا باشا، هاته يا باشا ايه نعوره ونخليه ينزل دم وكده. لما نزلنا بعدها نزلنا في المعسكر ده بعد ساعتين، وكان جالنا هبوط، واللي بقى الناس بتغمى عليها في جوه العربيه وكده، وناس اصلا يعني انا واحد طويل فانا الهوا فوق، في ناس بقى كانت تحت على تحت الكرسي، تحت الكرسي بتاع العربيه، ناس نايمه تحت الكرسي وناس على الارض. وده يعني واكتشفت ده لما طلعت تحت، البنطلون بتاعي كله دم من تحت، فلقيت حد مرمي كده على الجنب بجسمه كله بيجيب دم. فقلت له لو سمحت انا ممكن امرضه وانضفه للدم وكده يعني. فقال انت دكتور؟ قلت له لا. قال طب اخرس يا ابن الكذا والكذا والكذا، وانا عايز يموت يعني ولا ايه ولا كذا، انا كده كان هعدي المستشفى يموت بقى ولا ايه ولا يعني. بعديها قلعونا التيشيرتات وربطونا من ورا، واللي كان لابس حزام اتربط بيه، واللي معهوش اي حاجه خالص قلعوا رباط الجزمه وربطنا ورا خلفي، وركبنا العربية تاني، وقعدنا بتاع ساعة ولا حاجة في العربية تاني، متقيدين خلف، وساعتها شربونا مية عشان كنا بنموت يعني. وبعدين ودونا بعد كده على على سين 28، وبعدين كانوا بيدخلونا تحيات، فبعدين جه ظابط قال مش عايز تحيات مش عايز تحيات، العيال دول مضوم على محاضر كل 10 مع بعض، وطلعوهم للنيابة، كان حاجة كده زي القسم مش عارف بالظبط. فطلعناهم على النيابة، فأنا المجموعة بتاعتي اتأخرت خالص اللي بالليل، فالساعة 10 فبيتنا تاني يوم مروحناش طلعناش للنيابة. بعد كده دخلنا السجن، كان في معانا 5 ضايعين يعني معرفش يعملوا معاهم أي حاجة الدكتور خالص، فهتحولوا للمستشفى، الخمسة دول ما بنجوا بعد كده منعرفش هما لسه أحياء ولا أموات يعني، بس كانوا يعني يعني كانوا ميتين خالص يعني. والناس دي كانت الاصابات بتاعتها كان كسور، وكانت جروح في الراس وجروح هنا كده يعني، كان في واحد واخد دي كده بالكامل مطوه مش الجلد جوه باين يعني ماشي، وشفته نازله والدماغه مكسوره من ورا، كان الاصابات كانت بالشكل ده، كانت بشكل اللي هو اللي انت انا واحد ما بقى يعني مش بعرف من المناظر دي، بس فعلا كانت منظر انا ما كنتش كنت بخاف ابص له يعني. دي كانت الاسباب بتاعتهم، والناس دي لما راحت المستشفى محدش عرفوا ما راحوا لفين يعني او وصلوا لحد ايه، ومعظم الناس دي كان مسكوهم بلطجيه من العباسيه مش اهل العباسيه يعني، عشان انا عندي بس تحفظ على فكره اهل العباسيه بلطجيه يعني، اللي كانوا مسكوهم ناس بلطجيه اللي موجودين في العباسيه، لانهم كانوا بيمسكوا ناس بيقطعوها ويسلموها للجيش يعني، والجيش كان بيكمل برضه ما كانش في اي رحمه خالص يعني. طلعنا على النيابة وحصل هناك استجواب على النيابة، وتعرضنا وطلبت أنا ساعتها من القاضي إن أنا يعمل لي محضر تاني، محضر كمجني عنيه يعني، أتهم فيه قاضي الشرطة العسكرية والضابط اللي اسمه أحمد ده، وأقول فيه الإصابات بتاعتي كده. هو مرضيش ساعتها، فقال لي قول الإصابات بتاعتك جوه المحضر يعني. بعديها عملنا عملنا المحضر، وساعتها طلبت ان انا اتعرض على الطب الشرعي، قال خلاص ان شاء الله هنعرضك، وطبعا ما حصلش عرض ولا اي حاجه خالص. اول ما دخلنا الطور الزراعي ده العساكر او المخبرين بتوع الداخليه استقبلونا تشريفه، طبعا ضرب وشتيمه طول الوقت، وحلقونا، وبعدين كان بيقصد اللي هو يحلق الراس يعني، انا ماشي الدفعه اللي المجموعه اللي كنت معاها ما يجيش ربع سلف، بعد ما حلقنا كلنا بقينا سلف، هو كان بيحلق الراس
ويسيب الدقن. دخلنا بقى السجن بقى سحفين على بطننا وراكعين وكل شويه ضرب بالجزم والشراليط والعصيان وكده. بعدها دخلنا ودي كانت بقى حاجه غريبه جدا، دخلنا السجن مع احنا كنا داخلين مع الجنائيين يعني. الجنائيين استقبلونا استقبال الفاتحين يعني حاجه يعني غير طبيعيه، رحبوا بينا واعطونا اكل وشرب وساعدونا كل المساعدات، وكانت معامله كويسه جدا منهم وكده. الناس لما شافت المحامين دول جم وترفعوا مع دخلوا معاهم كل الجلسات، دي كانت حاجه من كانت رفعت معنوياتهم، خاصه ان لما محامي الاخوان لما جم جايين يرفعوا عن الثلاثه بتوع قناه 25 بتاعت الاخوان، السلفيين لما جم بيدوروا على الدقون والدقون اللي تخصهم كمان مش اي دقون يعني. العشاء والزيارات كان بيبقى لها اثر ايجابي عند المسجون او المحبوس، بترفع معنوياته جدا، بيحس لو مش منسي بره، خاصه مثلا بتلاقي اهله جايين قرايبه مش عارف ايه، طلع امر بالفراج عن كل الطلاب، او انا اسف اخلاء سبيل كل الطلاب على ذمه التحقيق يعني. بس احنا القضيه لسه شغاله، بس احنا اخلاء سبيل على ذمه التحقيق بضمان محل الاقامه. افرج عن كل الطلاب اللي كانوا موجودين معانا في الجلسه، بس كان في طلاب في السجن لسه موجودين زي ما هم.